يضرب من جديد يا رمضان. محمد رمضان كالعادة يضرب بأغنية جديدة، بس المرة دي مش أي أغنية، لا دي أغنية البابا واللي هتكسر الدنيا بالكليب بتاعها كالعادة. بس قبل ما نخش في أي تفاصيل، لو عايز تشوف الوش ده تاني انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس ودوس لايك على الفيديو دوت عشان نوصله لأكبر عدد من اللايكات. لو هنتكلم عن محمد رمضان يبقى لازم نتكلم عن مسلسل زلزالي اللي كسر الدنيا في رمضان واللي عمل رد فعل ونجاح كبير ومشاهدات عالية قوي من الناس. بس برغم النجاح الكبير ده الا ان المسلسل اتوجه له انتقادات كتير قوي على السوشيال ميديا، ومن ضمن الانتقادات دي هي اول حلقة من المسلسل في المشهد اللي بيظهر فيه حرب كرامة اللي بيقدمه محمد رمضان في مشهد مع اصحابه كانوا رايحين يشتروا شريط للمطرب محمد منير، وهم رايحين كانوا راكبين ميكروباص لون ابيض وبقدرة قادر وهم راجعين الميكروباص مرة واحدة اتحول لون احمر، ازاي ما تعرفش. وفي غلطات تانية كتير في المسلسل، بس برغم الانتقادات اللي حصلت للمسلسل ان محدش يقدر يشكك على موهبة محمد رمضان التمثيلية. انا لحد فترة قريبة ما كنتش بحب محمد رمضان بسبب المشاهد الجنسية والسرسجية اللي كان بيعملها زمان في افلامه زي مسلسل عبد موتة والالماني واحكي يا شهرزاد، وكنت عامل فيديو بتريق فيه على محمد رمضان. لو حد عايز يشوف الفيديو ده هتلاقي الرابط بتاعه اسفل الوصف او في علامة الاي اللي فوق هنا او هنا، مش عارف علامة الاي اللي هنا او هنا هتظهر لك دلوقتي حالا. بس دلوقتي ابتديت احبه لما ابتدى يختار انواع افلامه ومسلسلاته، واول حاجة عملها كان مسلسل حبيشة اللي ابتدى يتقلب فيه محمد رمضان 180 درجة. بدل الكلام الكتير عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، تعالوا نشوف كام ثانية لاغنية البابا بتاعت محمد رمضان الجديدة. بابا بابا مين يا ابني، بابا بابا ايه يا ابني، بابا بابا مين يا ابني، اللي جاي هيوجع اكتر. محمد رمضان قصدي يقول ان كل مرة هفاجئكم وكل مرة هعمل حاجة احسن من اللي قبليها، دي حقيقة ومش بتكبر. وعشان الناس اللي بتقعد تقوله انت بتتنك وبتتكبر وبتاع، قال لهم لا الكلام اللي انا بقوله ده حقيقة مش بتكبر عليكم. عاوزك تقعد تتفرج، اقعد على جنب واقعد اتفرج. زلزال وبمليون ريختر. بابا بابا ايه يا ابني، بابا بابا مين يا ابني، بابا بابا ايه يا ابني، بابا بابا مين يا ابني، اللي جاي هيوجع اكتر، دي حقيقة ومش بتكبر. عاوزك تقعد تتفرج. زلزال وبمليون ريختر. زلزال. الكليب ده هيبقى رسالة قوية قوي لمحمد رمضان. ثقة في الله الواحد، محمد رمضان رقم واحد. ثقة في الله نجاح يا مافيا، والف مبروك على الاغنية الجديدة اللي هتكسر الدنيا كالعادة. وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. لو حابب تشوف لي تاني انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس، وما تنساش طبعا تدوس لايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.